مازرة اكتبرني في البابة عسلامة. مرحبا بكم في تامازرت في بلادي تامازرت وفي قهوة الجدود. حسب رأيك شنية اللغة اللي حكيت لك بها انا توا؟ هي اللغة الامازيغية. مرحبا بكم بحذية في تامازرت في قهوة الجدود. القهوة هذه من عام 1932 اخر ترميم فيها، وانا رجعت بذمتها من خدمتي في تونس بشرة مامها ورجحها إسباس فاميليال. دونك القهوة هذه موجودة في تولي جيت توريستيك اللي هي كانت تمثل مركز تجاري واقتصادي، وكانت تلم الناس الكل، معناها تلم القرى الجبلية الكل يتلموا هوني، كانت مشاكلهم الكل تتحل هنا، كانت عندهم أي حكاية معناها تتفض هوني، كان أول تليفون بالمانيت موجود لهنا زيدا، كيف كيف اللي عنده تليفون يقعد يستنى قبل بساعة معناها باش يعاود يطلبوه يعمل تليفونه لهنا، أول تيلي أوتوفوكس زيدا كيف كيف دخلت موجودة في الإسباس عندي الداخل في الكامور، كانوا يتفرجوا على محمد علي كلايت وعلى القمودي هوني زيدا كيف كيف. إذا الحكيوي الكل كانوا يجيو جماعة البلاد توا رجال كبار ويحكيو لي، اللي يدخل يقول لي يا حسرة كنت نعمل فيك الحاجة، كنت نقد فيك الحاجة هذه لهنا. حبيت باش نعرف بها التوينسة الكل، رممتها وعملت سيت، عملت باج فيسبوك اللي قدرت عليه الكل، وقاعدة توا بشوي بشوي قاعدة نرمم باش نبارطاجي الثقافة الأمازيغية من خلال اللبسة، من خلال القعدة، من خلال الماكلة، ونحكيو ديما على التاريخ واللي هي ثقافة معناها. دونك نحب التوانسة الكل يعرفوا تاريخهم، يعرفوا جذورهم وأصلهم، ونعملوا في مجهود كبير باش الثقافة هذه واللغة هذه ما تندثرش، خاطر نحنا خذيناها في الحليب، دونك احنا ناطقين باللغة الأمازيغية. أزول سجول جدول غاقي من تمازرت، أنا عضو مؤسس جمعية تونسية للثقافة الأمازيغية، وكنت مدة دورتين نائب رئيس كونغرس العالمي الأمازيغي. أحكي لكم من تمازرت على تمازرت وعلى القرى الأمازيغية الموجودة في الجنوب التونسي. تمازرت هي من أهم القرى الناطقة في الجنوب التونسي مع توجه تونس راوة. القرية هذه عمرها 1000 سنين بالطبيعة، حاليا هي في موقعها الرابع. تعرضت للحالات نتاع هجرة رهيبة جدا، فما هجرة قصرية من أنها سبب فيها سلطة الإشراف، وكما فما جزء منها سبب فيها قسوة الطبيعة. بالنسبة لأهم المراجع اللي نرجعوا لهم يورينا قديش كان فما من ساكن في تمازرت، فما بيير باديويل عمل دراسة عام 70 بين 70 و 80 يحكي فيها على قيمة الماء في الجنوب التونسي، وضح لي عام 1971 كانوا 1455 مواطن في تمازرت. حاليا انا وبعض المواطنين عندي تقريبا 6-7 شهور عملت احصائيه خاصه بتمازرت، حاليا عندنا 405 مواطن و95 عائله. يقول قائل الهجره هذه علاش تمت؟ الهجره هذه انا نراها تمت لسببين. السبب الاول سياسي، لانه اغلب القرى المجاوره كيفنا وقع عليها ضغط، ونزلوا الناس من جبل السفح بتعلة العيش الأفضل والأسهل وغيره، لكن فيه ممكن فيه غاية دفينة وهو ضرب الهوية الأمازيغية. والجانب الثاني هو طبيعي، لأنه الطبيعة قاسية جدا. حتى باديويل حكى على الهجرة متاع المواطن التمازرتي اللي بدأت عام 1800 لأنه الطبيعة تبدلت، لكن التمازرتي لما هاجر العاصمة أغلبهم هاجروا العاصمة مش حتى مدينة أخرى. التمازرتية لما هاجروا العاصمة ما مشوش في هجرة دائمة ونهائية، مشاو هاجروا باش يحاولوا يوفروا مستلزمات من بقية بالقرية من عائلاتهم، معناها مشاو يخدموا على عائلاتهم في العاصمة
ماهيش هجرة نهائية، وذاك علاش قد قد ال 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 الرابط موجود، قعد التواصل موجود، قعد التمزرة اللي هاجر العاصمة يمشي ويجي باش يصرف على العائلة. بصفات معنا الهجرة سببها سياسي، لأنه بورقيبة كان عنده موقف من تونس الفتية يحبها موحدة ما فيها حتى تنوع ولا تعدد، والطبيعة كانت قاسية جدا، أجبرت المواطن التمزرتي باش يهاجر بطبيعة طمعا في العيش. خاطر كي تشوف حتى بعض الدراسات توري اللي حتى قبل 1930 ثم إحصائيات توري اللي عندنا أكثر من 250 نقطة ماء جسور بالمئات. فجأة لما شاحت الطبيعة بطبيعة المواطن لازم يشوف حل لحياته باش ينجم يعيش عائلته، يعيش القطيع اللي عنده، ويعيش كل ما يهم حياة عائلته في البلاد. هذاك علاش الهجرة بطبيعة ما تبقى ماهيش حل ديما، لكن الظروف القاسية تفرض على الإنسان باش يهاجر. ممكن جدودنا هاجروا العاصمة لكن ولادنا حاليا قاعدين يهاجروا برا. وإلى جانب الهجرة بطبيعة الهجرة نزرع عليها برشا حاجات، دمار الإعمار، اللغة ماشية وتطيح، خاطر كي نشوفوا السند احنا مثال فيه لغة انتثرت لأنه الناس فنات في السند وراء الطاعون اللي جاء عام 1795. متأكد للغة في القرى الأمازيغية في تونس باش تمشي وتندثر إذا كان أهلنا باش يواصلوا الهجرة بشكل مكثف، خاصة مع صعوبة الحياة حاليا. واللي من واجبنا احنا نحافظوا على المعمار، نحافظوا على اللغه، نحافظوا على كل ما هو مكون امازيغي، نحافظوا على كل ما هو مكون الهويه الوطنيه التونسيه. خاطر بالهجره اذا اندثر المعمار جزء من الهويه اندثرت، ومع تكمل تندثر اللغه الهويه باش تصبح في صعوبه كبيره برشا، رغم المحاولات الكبيره والجاده اللي يقوم بها عدد كبير من شبابنا الواعي والواعد في وقتنا الحاضر. تنميت وشكرا.